عايز بقى يعني استاذ من اساتذه الاعلام الكبار، عايز انعكاس صوره الاهلي وما قدمه الاهلي وظروف الاهلي في وسائل الاعلام العربيه والعالميه، كيف رايتها قبل واثناء وبعد؟ الاهلي قوه ناعمه لمصر، الاهلي علامه مستقله لمصر، الاهلي دائما من مصر ولمصر، الاهلي ممكن زي ما قال الكابتن الخطيب مصر كانت في اولوياته لما ساب اللعيبه الدوليه وده واجب عليه وفرض عليه، لكن ايضا الاهلي بيمثل مصر وفرحه مصر المصريين. خلي بال حضرتك احنا كنا خارجين من كاس الامم الناس كلها اهلي وزمالك وكل الانديه مع بعض، واعتقد ان هذه الروح الايجابيه انعكست على البطوله، فكان ناس كتير بتشجع الاهلي حتى من غير الاهلاويه يعني الزملكاويه. شفنا فانيله الزمالك في المدرجات. نعم، شفنا فانيله الزمالك في المدرجات في وسط الاهلي. وشفنا ايضا فانيله الاهلي في ماتش الزمالك مع بيتر اتليكو الطفل الصغير اللي كان لابس فانيله الاهلي. يا رب الروح دي تستمر، لان فعلا انت النهارده مثلا لما تلاقي ان الاهلي والزمالك واخدين 16 بطوله افريقيه فده اضافه كبيره جدا، يعني اضافه كبيره جدا لمصر. لما يكون احنا بنتكلم يمكن 33 و24 يعني تقريبا ممكن ربع البطولات واخدها مصر. صحيح، فده انجاز كبير لافريقيا وانجاز كبير لمصر. وزي ما بقول لك الاهلي قوه ناعمه في مصر، زي ما قال المعلق الرياضي اسال على الاهلي واسال على مصر واسال يعني. وطبعا نجوم الاهلي على مر التاريخ من الاجيال القديمه تعاقب 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 اكيد بتفرق كتير مع كل مصري في كل العالم. انا افتكر مره قابلت استاذ في الجامعه في كندا ومهاجر مثلا بقاله اكتر من 40 سنه بيقعد يحكي لي انه بيقعد يتفرج على ماتشات الدوري المصري والاهلي وحافظ اللعيبه من ايام ابراهيم عبد الصمد وغيره وحافظ اللعيبه حتى الان. فده يعني الاهلي بالنسبه للناس حاله بيفتخروا بيها في كل مكان، وذات الاهلي تجاوز فكره افريقيا. يعني الاهلي في الفتره الاخيره فعلا بقى نادي بمواصفات عالميه، مش نادي مجرد نادي افريقي او نادي مصري او نادي في المنطقه العربيه. انا لا اعتقد ان في حد يمارس كره القدم في العالم ما يعرفش الاهلي وما يعرفش كتير عن الاهلي، لانه بالارقام وباللعيبه وبالاداء. ومن الحاجات انا ممكن قلتها قبل البطوله مع صديقنا تامر امين، من الحاجات اللي ميزه عند الاهلي ما تلاقيش مدرب اجنبي او لاعب اجنبي او جه الاهلي وبيسيء ليه، يعني دايما تلاقيه بيشكر فيه بالظبط، لسه بياسيرا بيقول ندمان انه مشي ندمان باسيرو ولسه وياما ناس. انا فاكر زمان الاهلي كان من الحاجات اللطيفه معاه مثلا يمشي فايسا فالاهلي يروح له يرشح مدرب تاني يمشي الماني بتاني. صحيح فدي كانت العلاقات الطيبه. اللعيبه جيلبرتو دلوقتي السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها رشح انيس بوكليبان بيرشح يعني بتظل روح الاهلي، واللي هي متجسده دلوقتي من وجهه نظري في علي معلول. بالظبط، علي معلول لا احد يشعر في الاهلي ولا في مصر انه لاعب اجنبي. واعتقد ده سهل كتير في التفاوض الاخير وتمديد عقده. اللاعب يتعامل ان هو اهلاوي وان هو الاهلي بيته والاهلي كيانه وهكذا. الاهلي على مر العصور عنده قيم وعنده مبادئ بيتم التعامل بيها مع كل الناس. احنا يعني مش عارفين نشكرك ازاي. لا خالص، انا اللي بشكرك. وبعدين عودتنا على هذه الحوارات الدافئه، وده الجو يا جماعه اللي كنا عايشين مع قيم منها وعلى قمتها مع الاستاذ محمود مسلم، واللي اديكم سامعين جزء بسيط من اللي كنا بنتكلم فيه كل يوم. الحقيقه امتعت لنا وبنشكرك. انا بشكرك، بشكر طبعا المهندس عادل الاهلاوي والشيخ الكبير، احنا استمتعنا بحكاياته والاستاذ ابراهيم بتحليلاته
وكل المجموعه الكابتن اسامه حسني والاستاذ محمود صبري والاستاذ ايمن بدر، كل الناس والاستاذ طبعا ايهاب الخطيب رئيس القناه صديقي العزيز اللي يعني لا تخفى عنه التوقعات، توقع لي ماتش الهلال يعني بكل كوره. فبشكركم كلكم، وانا فعلا سعدت ودايما الاهلي رافع راس مصر ودايما مجمع كل الناس الحلوه. يا رب دايما ملتقيين في الافراح والسعاده يا استاذ محمود. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير والاعلام القدير الاستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريده الوطن، وواحد من كانوا شهود عيان على ما حدث للاهلي في الامارات، وما حدث من انجاز كبير جدا، لانه قيمته الحقيقه، قيمه هذه الميداليه هذه المره فاقت المرات السابقه في حجم الضغوط والصعوبات الشديده اللي تعرضت لها فرقه الاهلي في البطوله.